نشرة الأخبار من قناة تونسنا وإليكم العناوين. مرشح الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي يقدم ملف ترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تحقيق النجاح الاقتصادي وإعادة بناء التضامن بين الشعب وتحديد دور الدولة هي الخطوط العريضة لبرنامج آفاق تونس الانتخابية. واشنطن تحذر دمشق من التعرض لمقاتلتها بسوريا وتشن أولى غاراتها ضد داعش قرب بغداد. أهلا بكم. قدم المرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ملف ترشحه صباح اليوم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتزكية من 10 نواب من داخل الحزب وخارجه، إضافة لتحصله على تزكية 24,617 مواطنا. بتفاؤل كبير وثقة أكبر بإمكانية فوزه في الانتخابات الرئاسية، قدم المرشح عن الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي صباح اليوم ملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أنا داخل لهذا المعترك وأنا موقن بإمكانيات الفوز، لأنني مدفوع بإيمان قوي. هذا الإيمان دفعني إلى الكفاح من أجل هذا الحق في الترشح. ترشح الشابي للانتخابات الرئاسية القادمة اقترن بجملة من الدوافع والبرامج التي تعهد بتحقيقها، أهمها توحيد التونسيين على قاعدة برنامج وطني. برنامج يقوم على إعطاء أولوية مطلقة لعودة الأمن، لمراجعة إصلاح النظام التعليمي ومراجعة الخارطة الصحية والنهوض بالجهات الداخلية وتوفير فرص العمل أمام الشباب. هذه الأشياء لن تتحقق إلا بعودة النشاط الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي يتوقف على الاستقرار وعلى الأمن. ما فماش بلاد آمنة إذا كان مش مستقرة. وحول حضور عدد من مناصريه أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أفاد أعضاء الحزب الجمهوري أن قدومهم يأتي في إطار مساندة مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، شأنه شأن أنصار الأحزاب السياسية الأخرى. نعرف أنه تقديم الترشح هو بداية الحملة الانتخابية، وهذه أجواء الحملة الانتخابية. المهم أنه الحاجة الجديدة أنه الشعب التونسي هو اللي يختار، ما فما حد يفرض عليه كما كان في السابق. جينا في حضور مشرف ولائق، لا طبلة لا زكار للعادات السيئة القديمة. جينا في أقصى الحالات رفعنا النشيد الوطني وغدرنا، جينا لنقول بأن هذا مرشحنا نفتخر به. إنسان على نفس المبادئ، هو حبه للوطن وللشعب، وإن شاء الله لتونس اللي هي بالحق في انتقال ديمقراطي. وفي موضوع آخر، أصدر الحزب الجمهوري بيانا أعلن فيه عزمه رفع قضية عدلية ضد كمال مرجان رئيس حزب المبادرة بعد تصريحاته التي أدلى بها أمس على القناة الوطنية الأولى. وجاء في بيان الحزب الجمهوري تحت عنوان من علامات الساعة التجمعي كمال مرجان يشكك في فوز المناضلة ما يجريبي، مؤكدا أن تلك التصريحات مجرد ادعاءات باطلة. وجاء في البيان أيضا أن جرأة التجمعيين وبقايا نظام بن علي على القوى الديمقراطية التي تصدت لنظام الفساد والاستبداد بلغ ذروته مع اقتراب موعد الانتخابات، معتقدين أن ذاكرة التونسيين قد أصابها التلف. هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء بحث أولي للتدقيق في تصريحات رئيس حزب المبادرة كمال مرجان عبر وسائل الإعلام المتضمنة إفادته حصول عملية تدليس وتزوير شملت نتيجة الانتخابات لسنة 2011. قال ياسين إبراهيم رئيس حزب أفاق تونس أن حزبه يصنف ضمن الأحزاب الخمسة والكبرى في البلاد. أضاف ياسين إبراهيم خلال ندوة صحفية قدم فيها برنامجه الانتخابي المتكون من 4 محاور أن حزبه يعول على الانتخابات البرلمانية، وأن فكرة رئيس توافقي غير واضحة. عشرات الأحزاب لها تأشيرة قانونية تسعى للحضور بكثافة في المشهد السياسي، والقليل منها فقط يتصدر المشهد واستطلاعات الرأي قبيل الانتخابات. وحزب أفاق تونس الذي يراهن على الانتخابات البرلمانية يعتبره رئيسه ياسين إبراهيم من الخمسة الكبار الأول. نراور احنا في الخمسه الاحزاب الاولى، وان شاء الله توا كي نشوفوا القبول لحزب افاق تونس والبرامج هذه والتركيز على التشريعيه على خاطر النظام البرلماني وعلى الحلول للبطاله لغلاء المعيشه للسياسه الامنيه للبلاد، ان شاء الله نكونوا حتى خير من الخمسه الاولانيين، ان شاء الله نكونوا في 3-4 احزاب الاولانيين.
حكومة التكنوقراط الحالية بدأت بكشف مشاكل البلاد ثم فاجأتنا بصمت ولم نفهم سياسات تواصلها مع الأحزاب، هكذا تحدث ياسين إبراهيم. هو من الأول بدأت الحكومة بالعكس بتواصل كبير، وسيد رئيس الحكومة علمنا على مشاغل البلاد، وإلى أي حد معناها عندنا مشاكل اقتصادية وحتى البلاد فلست نوعا ما، ومن بعد صار محور اقتصادي واجتماعي معناها خدمنا عليه بالكدا، وبعد الحقيقة تفاجئنا بالحق بصمت. وحتى التنظيم هاليوم هذايا الاستثمار الأحزاب السياسية ماهيش مدعوة، وكأنها صارت في السرية يعني نوعا ما، ما عادش فاهمين يعني حقيقة سياسة التواصل الأخيرة، لكن بالكش فما تحذير خاصة بعد المشاكل الأمنية اللي صارت. البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب يقوم على أربعة محاور، تبدأ بقيم المواطنة والتضامن وتنتهي بالنجاح الاقتصادي، كما صرح رياض موخر عضو المكتب السياسي لأفاق تونس. البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لحزب أفاق تونس هو عقد سيكون بيننا وبين التوانسة، بين الشعب التونسي بصفة عامة. هذا البرنامج يرتكز على أربع محاور أساسية. المحور الأول هو إعادة المواطنة، المحور الثاني هو محور التضامن والبعد الاجتماعي لهذا البرنامج، المحور الثالث هو دور الدولة وتحديد دورها، والمحور الرابع هو إعادة بناء النجاح الاقتصادي لتونس اللي هي الطريقة الوحيدة لتقليص البطالة والحد من الفقر والرفع من المقدرة الشرائية. مراهنة حزب أفاق تونس على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والابتعاد عن السياسوي حسب قول قادته قد لا يكون رهانا ناجحا بالضرورة باعتبار تأثير الطروحات السياسية وحتى السياسوية السطحية في التونسي. صدق نواب المجلس التأسيسي اليوم في الجلسة الصباحية الأولى وبحضور 101 نائب على 3 فصول من جملة 44 فصلا مضمنة في مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغته النهائية بموافقة 99 عضوا بعد إدراج مقترحات تعديل متعلقة بضرورة استشارة المجلس الوطني للطاقة أثناء إعداد المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة. رغم تمسك الجامعة العامة للكهرباء والغاز بإسقاط مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذين اعتبروه مدخلا جديدا للخصصة، إلا أن اليوم المجلس التأسيسي بدأ بمناقشة هذا القانون وتمت المصادقة على 3 فصول منها خلال الجلسة الصباحية الأولى. هذا المشروع القانون يعني فيه عديد الإيجابيات المتمثلة ربما في تجاوز العجز الطاقي باعتباره يخول لنا إنتاج طاقة نظيفة وبديلة، لكنه في نفس الوقت في بعض الفصول لدينا احتراز عليها باعتبارها فيها ما يخالف الدستور الفصل 13 من الدستور، وهي الرجوع بالرقابة البرلمانية، وفيها ما يخالف ربما قانون الصفقات العمومية. صاروا 2 عروض سابقا من شركات أجنبية، احنا اليوم في الاستثمار ما عندناش معناتها انا بلدوف اللي معناتها عروض للباش نعيطوا المستثمرين، دونك احنا مش حاسبينهم اليوم في الاستثمارات اللي تابعين القانون هذا، دونك باش يكونوا واضحين اليوم الزوز مشاريع هذوما خارجين على نطاق القانون هذايا، واللي نشوفوهم وقت اللي ان شاء الله يتعدى القانون هذايا وقتها يزمنا ندرسوهم في نطاق القانون هذايا بكل شفافية. نحب نأكدوا ليس هناك أي طلب عروض من طرف الشركات هذايا، القرار كونه يخرج الملف هذا ويمشي تحت غطاء إن شاء الله القانون اللي إن شاء الله باش يتم المصادقة عليه على الطاقة المتجددة. وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر أكد تأمين توزيع الكهرباء والغاز بصفة عادية خلال يومي الإضراب المقرر غدا وبعد غد من طرف الجامعة العامة للكهرباء والغاز. مهمتنا اللي تواصل معناتها توزيع الكهرباء والغاز بطريقة عادية غدوة وباش نطمنوا المواطنين. صرح القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي أن معلومات مؤكدة وصلت للحزب تفيد بأن رئيس الحكومة مهدي جمعة سيستقيل في الأسابيع القليلة القادمة وسيعوض بوزير من المجموعة الوزارية التي تعمل في حكومته. وقال عبد العزيز القطي في حوار تلفزي أن حركة النهضة بصدد جمع الإمضاءات لفائدة مهدي جمعة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. ويشار إلى أن رئيس الحكومة مهدي جمعة عبر أيضا في عديد المناسبات عن رفض
الحفظ لهذا المنصب في الفترة الانتخابية القادمة، مؤكدا مغادرته لمنصبه صحبة جميع وزرائه بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية. وانتقد رئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي دعوة بعض الأطراف إلى ترشح رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يحق لأي أحد في الحكومة المؤقتة الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرا في ذلك نقضا لعهد أخلاقي بين الحكومة والشعب التونسي. وقع بين السيد مهدي جمعة والمجتمع التونسي، الحكومة المؤقتة غير سياسية وغير مسيسة، ولا يحق لأي عضو فيها الترشح في هذه الانتخابات. الانتخابات القادمة مفتوحة للجميع، لكن هناك عهد أخلاقي، لا أتصور بأن السيد مهدي جمعة يفكر في نقضه. وإلى أخبارنا العالمية، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن شن طيرانه أول غارة جوية في جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، استهدفت موقعا كان يطلق منه النار على الجنود العراقيين. من ناحية أخرى، حذر مسؤول أمريكي بسوريا من مغبة تعرض المضادات السورية للمقاتلات الأمريكية في حال استهدفت مواقع تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا. بين العراق وسوريا تشهد الأوضاع تصعيدا مستمرا بين انتقال أمريكا إلى مرحلة أخرى من مواجهة داعش وتواصل المعارك بين القوات الكردية وهذا التنظيم الذي يهدد أمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سوريا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن شن أولى الغارات الجوية بالقرب من بغداد ضد الدولة الإسلامية بعد تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى هزيمة هذا التنظيم. وتأتي الهجمات تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوسيع الحملة الجوية الأمريكية على مواقع التنظيم في العراق. من جهة أخرى، أعلنت القوات الكردية البشمركة سيطرتها على عدة قرى شرق الموصل في وقت تم إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد بشكل كامل. وجاءت سيطرة البشمركة على تلك القرى بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم الدولة قتل فيها 10 أشخاص على الأقل من المسلحين. أما على الصعيد السوري، انسحب مئات العناصر من قوات الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، وابتعدت بذلك عن منطقة المعارك بين جنود الجيش النظامي السوري والمعارضين المسلحين ومن بينهم عناصر جبهة النصرة. ومن جهتها، لم تكشف الأمم المتحدة سبب مغادرة القافلة التي تنتهي مهمتها في 31 من ديسمبر القادم. ويذكر أن العديد من عناصر القوة الدولية أسروا مؤخراً أو تعرضوا للهجوم في الجانب السوري من الجولان. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها مقتل 6 عناصر شرطة في انفجار عبوة نازفة بشمال سيناء خلال هجوم استهدف موكبا للشرطة على الطريق بين العريش ورفح المركز الحدودي مع غزة. وجاء في البيان أن عبوة نازفة سقطت بجوار إحدى المدرعات، مما أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة هم ضابط وخمسة أفراد وإصابة فردين آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، إلا أن سيناء تعتبر معقلا للمجموعات المتطرفة التي تشن هجمات منتظمة على قوات الأمن ردا على حملة القمع التي تشنها السلطات ضد مناصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في جويلية 13 و2000. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.